الحاجات الصعبة اللي في الفيلم خدت وقت وكانت محتاجة جهد ودقة في التنفيذ، بالذات الأجزاء التاريخية، الأجزاء اللي ليها علاقة بالمعارك، موضوع الفيلم نفسه ان الواحد يتناول مظاهرات 1919 من اول وجديد، هيتناولها ازاي بانه شكل. من الحاجات اللي كانت جذابه جدا في الفيلم ده نسيج المجتمع المصري في المرحله دي كان عامل ازاي، يعني نسيج مختلف تماما، فكنا لازم نكتشفه من خلال البحث. طب مين اللي موجودين معانا في يعني انت بالنسبه لك الروايه هي البيز، هي القاعده، انما الفيلم محتاج شغل بحث وريسيرش على الروايه. يعني في وقت من الاوقات لازم بنقف وننسى الروايه ونبتدي نتعامل مع السيناريو. السيناريو بقى ده اللي هيتصور. الروايه احنا ما بنصورش الروايه، احنا الروايه دي بتبقى يعني بتبقى القصة مصدر السيناريو. نقعد بقى نركز في السيناريو ونشوف ايه اللي هنصوره. لازم نزغ، ما ينفعش اطلع جورنال ما كانش موجود، ما ينفعش يافطه في الشارع ما كانش موجوده، ما ينفعش حاجه في الملابس يعني.